بيهداش اللي ما بيهداش. وزي ما بروح بيقول اللي ملوش قلب ملوش رزق عشان اولاد فراج. النبي اللي على النور يهدي لنا النور. فقرة حظوظ إنسانية. وانا باسم اولاد فراج بقول الدنيا تشقلب تشقلب. انا باسم اولاد فراج بقول الدنيا تشقلب تشقلب. والصاحب المعرعر فيها عاوز يشد حيله اما النعجة نايمة جنب الديب وبديلها خرمت له عينه. الفهمان كسبان النوس. وانا اللي بقول يا كريكة باسم اولاد فراج طول ما الاسد في الغابة ملهاش لازمة ثيابة عشان الامبراطور والراجل الاول والقشاش والبيج بوس. من امتى كان الاسد يعمل حساب لكلاب؟ من امتى كان الاسد يعمل حساب لكلاب؟ وانا باسم الامبراطور بقول عندنا استعداد نلغي اي حد بالاصول من القاموس علشان احنا اللي حاربنا الهكسوس. اسم الراجل الاول عم خالد فراج بقول انا عجبي على زمن الكل بيقول على نفسه الغول ما يعرفوش ان عم خالد فراج هو اللي حارب المغول. الحملة الصليبية. يا غاوي اكل الحرام اكل الحرام مسموم. انا باسم القشاش وباسم البيج بص بقول يا غاوي اكل الحرام اكل الحرام مسموم. لا عمره رمي عظام ولا عمره شد عيوم. اصل الدنيا دي ايام يا شقاوة وبكرة القيامة تقوم. لساعتها ينفع ندم يا صاحبي ويفيد بإيه اللوم. الدقيقة عم ناصر عم حمدي. عشان الدقيقة واللي في الدقيقة وفك الدقيقة يا رب. أخويا المحترم عم حسين عبد التواب في غيابه وحضوره. والمحترم عم عوض محمد بدر. والمحترم عم فوزي حبيب. والمحترم عم عوض محمد جاد. أبو الليل الكبير. أبو الليل الكبير. أخويا عم سامح شياكة. والإمبراطور الصغير.
والدقيقة وفي اللي في الدقيقة واخويا احمد فراج وسلام الدقيقة ابو رحيم لو كان قاضي العدالة بيمسوا في المظلوم ما كانش حد اشتكى ابدا ولا حد بات مظلوم فكوا الدقيقة يا رب لكن احنا انوس قاضي العدالة نصفني علشان انا مظلوم وبعد شهرين اتنين ليا خلعت الابيض ولبست الملكي ومشيت على طول فلق اخلع اتربوا عم علي عيد فك الدقيقة يا رب عم احمد صابر توفيقية لو كان لو كان قاضي العدالة بيمسوا في المظلوم ما كانش حد اشتكى ابدا ولا حد بات مظلوم بيقولوا حبس الرجال عيب يا صاحبي انا قلت لعيب خيانة الصاحب المعيوب للصاحب التمام طمعا في البرستين اللي في الجيب الغدر والخيانة حاضر دي التحية لكلمة عم حمد حمودة ابو سمير اخويا المحترم عم حمد حمودة المجال واساس المجال اخويا المحترم الريس عصام كريكة بيقولوا حبس الرجال عيب يا عم حمدي انا قلت لعيب خيانة الصاحب المعيوب للصاحب التمام علشان البارستين اللي في الجيب لكن احنا بنقولها يا عم ناصر اوعى تبص الرزق غيرك علشان انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد واللي مع الله يسمعنا سافة كده الاول بالصلاة على النبي اجدع ناس النوس بورتاج الدقيقة واللي في الدقيقة وفك الدقيقة يا رب اخويا الوجهة عم ابراهيم نجم بيقول الامبراطور عم وليد فراج بيقول الرجل الاول عم خالد فراج بيقول القشاش عم محمد فراج والبيج بص اخويا احمد فراج تحية بورتاج عم ابراهيم نجم بيصب عليك ابو روح بيصب عليك ابو وليد ابو خالد فك الضيقة يا رب الصعيد بتقول عم ابراهيم نجم وبورسعيد العرب بتصب عليك يا عم ابراهيم يا نجم واخويا الرئيس عمر المصري بيصب عليك يا عم ابراهيم يا نجم وعم رمضان ابو خاطر بيصب عليك يا عم ابراهيم يا نجم ابو المخلصين برضو بيصب عليك يا عم ابراهيم وانا العبد لله بقول لك الحديد مش جدع علشان بيتحط في ايد راجل جدع وبيقول يا عم ابراهيم الحبسه بتجيب لورا انا قلت بتجيب لورا بورتاج فعلا لما يكون سببها المرا غير كده ما بتجيبش لورا ربنا يفك الضيقه يا رب انس العزب صب عليك بورتاج وابو دراع وتأتأ القلب الابيض بيقول ابويا عم ابراهيم نجم وخليه معاك على الفون كانوا الصحاب الغدارين لما كنت في وقت شدة كله بيبان ليل طويل وضع حيطان وحكم ظالم عليا ووقت عدى كريكة فين آدم اللي كانوا يا ابو روح كل يوم جنبي مني في العايمه عم حمد كله راشق في النايمه عبد العزيز بوطه فليقه كله بيفلق عم عمر
لما كان بيقع واحد فيهم في ضيقة كان بيجي ياخدها مني، اللي عنده فلوس يجيبها. عم ناصر صب عليك منسي الأخوية، وعم حمدي كل إخواتي، أبو المخلصين بيقول أبو روح وبيقول أبو رحيم الأخوية والعيش والملح، وعم ناصر بيصب عليك أبو روح وبيصب عليك أبو رحيم، وعم حمدي العرب والعربان ومال العرب للعرب، كل بورسعيد أبو رحيم وأبو الليل وفك الضيق يا رب، الصغير والكبير، أبو الليل الكبير وأبو الليل الصغير، وكله على الضيقة، واللي جرب الضيقة هو اللي يحس باللي في الضيقة. عيط بالله على السلامة خليجي. لما كان بيقع واحد فيهم في ضيقة كان بيجي يطلبها مني، ولما وقعت انا بشدتي ما لقيتش اي صاحب معرعر فيهم واقف جنبي مني، كله خلع. ابو رحيم الشوكولاته، الشوكولاته بحقيقة ابو رحيم راس الخليج بيصب عليكم مجال اهو شوكولاته. الراجل الحر في الزمن ده هو متبهدل، العويل شغاله معاه مساحات مساحات. يا حر يا حر حمل الزمان يصعب عليك شيله، يا كريكة حمل الزمان يصعب عليك شيله، وفي الطريق الطويل يا شقاوة راح يتعبك شيله، ده انت اللي مسؤول يا قائد طول العمر عن شيله. البركة في الرزق بتخلي القليل زايد. ارضى بقليلك يا ابن ادم يجيلك القليل زايد. واسمع نصيحة وليد فراج وخالد فراج، تلقى الامان حواليك زايد. نفسهم فنانين وهم في الاساس شوية نصابين، اللي عنده فلوس يجيبها. عاملين ابطال على مين؟ انا كاسر كل سليم، مدرسة أولاد فراج فتحت وبتقبل التلاميذ، بنعلم الجدعنة والفعل والتنفيذ. ما نحبش المفتري واللي مالوش عزيز، الناس الجدعان في قلوبنا بنعمل لهم براويز. انا حاملة وسط مجالي فاتح مدرسة لعيالي، اتخانهم تلميذي ويدوبك من اجبالي.
اتفضل على فصلك. اياك في يوم يا صاحبي تنسى اصلك. عالم بنت لذينة قال ايه عايزين يعيشوا علينا. سيبك من اللي رشق لك في ديلك وفي مصلحته يجيلك وفي الاخر بيعرعر ويطبل ورقص لك. ما تمشيها شويه عن على الغيار ده على الرتم. مشيها لنا على الرتم على الغيار ابن الحرام ده. والنبي اللي على النور يطفي لنا النور بعد اذنه. وحياة سيدك النبي لا تفك اليمين والشمال ده وتخبط ايدك كده. انا بقول وحياة سيدك النبي لا تفك ايدك والسقف وروح. انا اللي بقول لك يا ابو ادم انا عايزك تفحر البير بمسمار قد كده ابو روح. ويا روح ما بعدك روح. انا عايزك تفحر البير بمسمار وما عدتش تشغل بالك مع اي شخص عبيط او اي شخص حمار. طب الراجل الجدع ابن الراجل الجدع يرفع ايده الاتنين لفوق. ارفع ملياري اولاد فراج دي مش شرط صعيد الدقالية. الامبراطور عم وليد فراج الراجل الاول عم خالد فراج بصب على اجدع الشاش والاكسلنس اخويا عم احمد فراج. ولا روح ولا روح. وحس روح كده كده. راح نفتح الدفاتر ما تفكك من الخواطر. راح نفتح الدفاتر ما تفكك من الخواطر. بنقول اخويا عم احمد صابر الطفوية بيه. بتقول له بروح بتقول له بروح لولاد فراج عم احمد صابر الطفوية يا باشا. بتقول على مين الامبراطور يا بيه هيسقف هنا والنبي. ويا رب تزور النبي هتسقف هنا والنبي. نزلت سوق الرجال ما لقيتش فيه انجال. نزلت سوق الحريم لقيته بعضه لئيم. لقيته بعضه لئيم في قلتين بسبيط عشان تجيب رجليك. في قلتين ترقص بيه وانسانية تخلع بيه وتخش الاوضة تلبس على الموضة. عالراجل الجدع عم وليد فراج عالراجل الاول عم خالد لبيب علشان ابو الحيط. بنقول على مين عم احمد صابر الطفئية تصبح. كله عليك يا ابو روح كله عشان ابو الحيط على ديب الشمس. تحية للقشاش. بنقول على فكر الدقيقة عند احمد فراج. يا رب فكر الدقيقة عند احمد فراج.
الجدع، من قلت ملوش مرتجع، انا قلت الراجل الجدع، بنقول على الدربو العب ولعبني، بنقول على الدربو العب ولعبني، مش ملجأ لابني، اللعب ده شغلتنا، واقعد اتكلم حتتنا، بنقول على تاتا، بنقول للمعيوب شكلك تخطف في السر، شكلك قربت تر، انك ولا حاجة في الفاضي، نايم على بطنك دايما، وكله بالسرابي. اهدى ورؤيا محسحس، اهدى ورؤيا محسحس. طبعا الكلام اللي انا هقوله ده اهو موجه لاخوات الشباب اللي من دوري، اخوات الكبار بره اي كلام خالص. انا ادعي لك دعوة جميلة ربنا يتقبلها مني، اللهم امين. ربنا ما يرزقك بمصيبة، اللهم امين. ولا يوقعك في دقيقة، اللهم امين. يلا هتقوم تقف معانا ربع دقيقة لسيدنا النبي. ها انا بقول يا رب يا رب يا رب. طب اللي بيخاف ربنا هيقوم يقف على الكرسي بتاعه ربع دقيقة. انا بقول اللي بيخاف ربنا، بقول اللي بيخاف ربنا، بقول اللي بيخاف ربنا يرفع ايده الاتنين لفوق. ارفع يا خراب الخراب، في مش شلت الدولة. اربعة 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 اولاد فراج لاربعة، اتناشر حداشر على اتنين المحمودية، وكل دي مش شلت انا بصب عليها. اخويا عم سامح الشرقاوي بصب عليك، اتناشر حداشر السعودية بتقول على ثانية، وأنا بصدع السعودية كل رجالة أعملها. اضرب يا حس، والمنصورة والأصل أحسن من الصورة. أخويا عم أحمد رمز فريابو، ما عادش فيه أفراح. طب واحدة واحدة والنبي حس يا حس، واحدة 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 يا حس، عشان انت اللي معاك دلوقتي الراجل الاول اللي احنا بنتدلع على حسه. معلش يا ابو روح، انا عايزك تقولهم في المايك بعد اذنك. يا عم حسام، احنا ما نعرفش شكل الكورونا اللي جاي ايه، والله اعلم هنقع ولا هنقف، محدش عارف. النهارده اخر يوم في الانتخابات، يعني ممكن بكره يبقى في حظ بالمغرب وكل هيلان، يبقى الساعة ايه؟ لازم نتحرك عشان الصحبة التمام اللي مفيش فيها لا راجل خاين ولا جمال. وحي على الفلاح. زلزلت سنان زلزلت سنان، اضرب القائد الاعلى عم خالد فراجة بروح، بصب عليك يا انس يا عزب، والامبراطور عم وليد فراج، والقشاش احلى محمد فراج، واخويا عم احمد فراج في الليل يحضره. الدقيقة فك الدقيقة يا رب، عم اسلام اللي داوس في غيابه.